اسالك بلاش انا احكم واسال ابو محمد اللي معايا في اول اتصال. يا ابو محمد اهلا بيك. كده ازيك يا ابو محمد عامل ايه؟ الو الحمد لله تمام. هو احنا محتاجين قطر سريع يتكلف 360 مليار جنيه ولا محتاجين حاجات اهم من ده؟ اي حاجه في الدوله المصريه مهمه، سواء قطر مهم، اي الطب مهم، الاقتصاد مهم، اي حاجه تتخيلها الدوله مهمه في البلد. الاولويات بقى يا محمد، يا ابو محمد الاولويات بقى. انت مش عاجبك العجله؟ لا انا بسالك على الاولويات. المشروع حلو. لا انت بتقول المشروع حلو ومش حلو، زي مثلا وجهه عمرو دياب، انا عايش ومش عايش كده، انا مش فاهمك بصراحه. لا انت مش فاهمني، يبقى حضرتك هات حد كبير يكون بيفهم احسن عشان اكلمه. لو حضرتك مش فاهمني، لان كلامي سهل وبسيط على فكره. بقول لك كده، زي ما انت مثلا مش لاقي فلوس تاكل ورايح تشتري ذهب لمراتك ب 200,000 جنيه. هي محتاجه تاكل وتلبس ولا تشتري ذهب ب 200,000 جنيه؟ ابو محمد. مالك ليه؟ خليك في مراتك انت. لا بص ابو محمد، انت كده بقى عامل زي ايه؟ عمرو دياب برضه بيقول لك انا رايح فين انا راجع تاني، باللفظ كده. بما ان احنا ندخل لبعض اغاني، بص يا ابو محمد، اللي احنا نحتاجه الاول ده اولويه. واخد بالك؟ تعرف يعني ايه اولويه؟ ابو محمد، هي الدولة قالت ان ده مطلوب في الدولة يبقى موجود نعمله. هي الدولة قالت فاحنا نقول امين، صح كده؟ لا مش اكيد طبعا. انت يا احمد هتعرف اكتر من الدولة، انت تفهم ايه في الدولة، تعرف فهم يعني ايه بلد، يعني انت تفهم يعني ايه. صح. يعني ايه بلد؟ صح، يعني انت تفهم يعني ايه بلد وانا ما افهمش يعني ايه بلد. انت اخرك تطلع على شاشة وتقول كلام بيتردد بس، ده اخرك. صح، لكن ده برافو عليك. ما اعرفش السيسي طبعا اللي يعرف. السيسي اللي قالك انا مش سياسي بتاع الكلام. السيسي اللي قالك انا ماليش فيها اصلا، صح؟ مين اللي قالك؟ اللي هو قال لك ماليش فيها. هو اللي قال والله. هو اللي قال. ايه؟ هو اللي قالك انا مش سياسي بتاع الكلام. لا مش بتاع الكلام، اللي يقول كلامه وما يوفيش بيه. ان انا هخليكم احسن ناس في الدنيا وبعد كده. طب فين يا ريس؟ زي ما مرسي قال لك احنا هنخليكم احسن شعب في العالم والدوله فيها مليارات. طب فين؟ طب انت جيت الحكم، فين الفلوس؟ اصل النظام الفاسد. طب فين يا عم؟ لا استنى، بما انك ذكرت الرئيس مرسي يا ابو محمد، الرئيس مرسي قعد 360 يوم سنه، واخد بالك؟ السيسي دلوقتي بقى له كام سنه؟ بقى له سبعه؟ ابو محمد ماشي. بقول لك مرسي جه ما عملش علبه كبريت حتى. انت اتلخبطت ليه؟ يا عم هو قعد سنه ما عملش علبه كبريت، انت قعدت سبع سنين. انت عارف زودت ديون مصر قد ايه في سبع سنين يا محمد؟ عملنا اسمع بقى، عملنا عاصمه اداريه، فاهمني؟ ايوه بتاكل وتشرب منها يعني؟ بتاكلها؟ اسمعني بس، تعالى هنا اسمعني بس معلش. عملت عاصمه اداريه جديده، كلت وشربت منها؟ انت كلت وشربت منها؟ كلنا وشربنا منها. عمل طرق، كلنا وشربنا منها. كلت والله؟ لأن عمل مصانع. طب زود كذبة يا أبو محمد، زود كذبة حبيبي وربنا يوفقك. متشكرين. أبو محمد بيقول لك هو الدولة بتقول، أنت هتفهم يعني عبيد الدولة، عبيد النظام، عبيد الحكومة، مالهمش. مش هقدر أسيبك تقعد تقول كلام هلاوي السمعية وبصرية، أنت مسؤول عنها، إنها ما تجيش تروجها عندنا. طبعا في ناس بتفهم اكتر من النظام اللي عندك. طبعا هو الراجل مش ورطك في عاصمه في قناه السويس او تفريعه قناه السويس وبعد كده قال لك دي عشان نروح المعنويه وتسببت في ازمه الدولار اللي مش محلوله لحد دلوقتي. يا راجل خليك